صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حل موعدكم مع ايت سمارت اليوم مثل كل يوم تنين معي رندا فهد. رندا اليوم بدها تجاوب على سؤال من اسئله المشاهدين، عندها خبريتها، وموضوعنا اليوم عن الملح، انواع الملح. واليوم كثير هالايام كثير عم نسمع عن الكلتيك سولت، الهيمالاي بنعرفه، بس هيك بدها تخبرنا شوي عنهم. صباح الخير. صباح النور ستيفاني، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. أكيد نبدأ مع بدك تجيبي على سؤال من أسئلة المشاهدين. رح أذكر المشاهدين دائما تابعونا على الإنستغرام رندا دنيا فهد أو على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وتكونوا عم بتتابعوني. اليوم اخترت سؤال قلنا زمان ما حكينا عنه ورجع المشاهدين والأشخاص اللي عم يتابعوني عم يسألوا عنه، اللي هو الماتشا تي. فالسؤال هو هل الماتشا تي بيحتوي كافيين؟ أنا اللي بدي أقوله إنه الماتشا تي، بس لذكر المشاهدين شو هو. هو بيجي من وراء الشاي، بس أكثر شيء هو بيجي من وراء الجرين تي، الشاي الأخضر، بس كمان أوقات بيبقى بالطحن. مزبوط. أوكي. ومش بس هيك، هو بينطحن كله سوا حتى يكون هيك حبيبات كثير صغار. هلا هو ليش مفيد أكثر من الشاي الأخضر؟ هو لأنه بتاخذي كمية أكثر منه. الشاي الأخضر لأنه باودر، لأنه باودر، فبكون عم تاخذيه كله. فهيدا هو اهميته اكثر. ونحن بنعرف انه هو بيحتوي الكاتيكنز اللي هن المواد الموجوده فيه اللي هي عم تحمي، بتحمي القلب اكثر شيء، بتحمي الدماغ من يصير فيه ستروك او يصير فيه مشاكل، وبنفس الوقت هو انتي انفلاماتوري ضد الالتهابات. هل هو في كافيين؟ ايه في كافيين، لانه عم تاخذوه كله، عم تاخذوا كميه كافيين عاليه. بضل كافيين في اقل شوي من القهوه، ولكن هو بيحتوي كافيين. فاذا احنا بدنا ناخذ الماتشا عندنا مشكل بالنوم، ما ناخذه مؤخر او ما نكون عم ناخذ كذا كبايه، كبايه وحده بالنهار هي كافيه. بدي اطلب منك شغله، تحكي لنا بحلقه عن الكافيين، لانه هلا كمان عم بيقولوا قد ايه مضر للصحه. صار في الاثنين هلا قديش نحن بنحكي انه حسناته او مزبوط. لا، بس مثل كل شيء ستيفاني، وانا الاعتدال هو الاساس، لانه بكل شيء فيكون فينا ناخذه بطريقه هي كثير منيحه وصحيه، وفينا ناخذه بطريقه هي ضاره. فمعك حق. يلا برومس. يلا اليوم الخبريه، خبريتي العلاقه كمان بشيء بنعرفه وابحاث جديده عليه، هو له علاقه بالكرامبري. وهالكرامبري هو في صحيح من مشاكل، اذا حدا عنده مشاكل التهابات بالمجاري البوليه اليو تي اي، والجواب هو ايه. فدراسات جديده هلا اخذت 9000 شخص، وهول الاشخاص كانوا من مختلف الاعمار، ولكن معظمهم مثل ما بننتبه لانه بصير في هالمشاكل بالمجاري البوليه، الالتهابات بصير اكثر عند النساء واكثر بعد عمر ال 18. وتبين هون انه هالاشخاص اللي بيصير معهم هالمشاكل، اذا هن شربوا كرامبري جوس رح يكون عم بيريحهم، عم بيريح. عندك نوعين من العالم، في عندك اشخاص مرقت مرور الكرام مره صارت معهم، ولكن في عندنا اشخاص بيصير معهم اكثر من 3 مرات بالسنه. ودائما عند النساء اكثر من الرجال، لانه تشكيل الاناتومي بنقول لها تركيبه جسمهم هي مختلفه، ولكن مش يعني ما بصير عند الرجال. هلا ليش في عندنا ماده اسمها برو انثوساينين، هي موجوده بالكرامبري، وقتها نحن نشربها ما بتعود تخلي هالبكتيريا تلزق على مجرى البول، فبتكون البكتيريا عم تظهر وما عم تخليها تلزق. هلا اللي بدي اقوله كمان انه الكرامبري فينا نشربه عصير، ولكن بده يكون مركز. يعني في ناس بيقولوا لي العصير اللي موجود في مي، اما الدايت، اما لا بده يكون العصير المركز، او فينا ناخذه سبلمنت. مش احسن ناخذه سبلمنت ما فيه سكر؟ يعني في ناس هيك، في ناس بيكونوا عم ياخذوه مزبوط، بس في ناس بيكونوا عم ياخذوه يمكن هن ما بياكلوا فواكه وبيعتبروا هيدي من حصص الفواكه اللي بدهم ياخذوها، او بياخذوه لانه في سكر. مزبوط، بس هو خلينا ناخده قد ما فينا ناتشرال يعني، ويكون مركز. هلا بس كمان بعد شغله بدي اقولها، انه الاشخاص اللي عندهم هالمشكل من وراء مشاكل اصلا عندهم اياها، مثلا كانوا بالمستشفى ولقطوا بكتيريا، اما من وراء مشاكل هن المبوله عندهم بيكون العضل فيها منه مزبوط، بين العضل والعصب منهم مزبوطين، لا هول الاشخاص ما رح يتعالجوا بالكرامبري. واكيد هون نحن عندنا الانتيبيوتيك اللي الحكيم بيوصفه، الطبيب بيوصفه، فمش كل الحالات هي هيك، ولكن الكرامبري هو كرامبري منيح. وليش الكرامبري هون
مش سبلمنت بمحل معين ستيفاني، المي اللي فيه، لان احنا لازم نشرب كثير مي. كثير نشرب اكيد. تنرجع للسولت. ايه اكيد. وهالايام كثير عم نسمع عن الكلتيك سولت. مزبوط. والهيمالايان سولت والسولت اللي نحن السولت العادي. السولت اللي نحن بنعرفه هو الصوديوم كلورايد. هيدا الملح، اول شغله بدي اقول لهم للمشاهدين ان احنا بحاجه لناخذ ملح، يعني مش كمان بدي اجي اقول انا ما بدي اخذ ملح ابدا. بدي اذكر انه الملح هو عم بيساعد جهاز العصبي عندنا. الملح كمان بيساعد جهاز العضل كمان عندي، كمان الملح شغله منيحه ومجبوره انا اكون عم باخذها بجسمي، بيعمل بالانس للمي وبنقول لهم الالكترولايتس، يعني نحن عندك رح اعطي مثل صغير حتى عضله القلب تدق بده يكون فيهم بالانس بين الصوديوم اللي هو بالملح والبوتاسيوم، فاذا هون انه اقطع الملح نهائيا باكله هيدي شغله منا محبذه. هلا ليه نحن بنحكي انه ما تاخذوا كثير ملح؟ لانه اجمالا اكلنا في كثير ملح، والملح كمان طبيعيا يعني انت اذا اكلتي بيعلي الضغط كمان اذا اكلنا كثير، اذا انت اخذي ملح عادي، اذا انت اكلي شربة حليب، اذا اكلي لوبيا، اذا هيك اوريدي فيهم شويه ملح، فنحن الملح اللي نحن الحاجه له هو موجود طبيعيا بأكلتنا. أوكي. هلا كل ما نحن عم ناكل اكل من برا بالمطاعم، كل ما نحن زدنا ملح الطاوله باكلنا، كل ما نحن اخذنا اشياء اللي هي معلبه فيها كثير ملح، الاشياء اللي هي فيها صويا، الاشياء اللي هي حتى الملح كل مره بتقروا صوديوم، يعني مثلا اذا قرينا صوديوم نيتريت صوديوم فوسفيت، ما هذا كله يعني ملح. بايكربونات، البيكنج صودا، هول بيحتوي ملح. مونوصوديوم. هل المي الغازوز فيها ملح؟ المي الغازوز فيها ملح، المي العادية فيها صوديوم، بس الكمية هي كتير صغيرة ستيفاني. هيك عم بقول أنا ما بيأثر. لا مش هيك عم بقول، موجودين وين ما كان. هلا المي الغازية اللي بناخدها فيها ملح أكثر من المي العادية، بكمية معتدلة ما بيأثر، بكمية كتير كبيرة بتصير بتأثر. هلا زيادة الملح، نحن عنا الكلوة، كل ما نحن ناخد ملح زيادة بدها تكون عم تتخلص من هيدا الملح، هيدا الشيء بحط ضغط على الكلوة إذا أخذنا ملح زيادة، مشان هيك خصوصا إذا عنا سنسيتيفيتي معقول يعلي الضغط أو معقول يعمل مشاكل الكلوة، فنحن كل مشكل عنده إياه الشخص، إذا عنده مشكل ضغط بنطلب منه يخفف الملح، إذا عنده مشكل بالكلاوي حل شيء اليوريا، اليوريك أسيد، كرياتينين إلى آخره، أول شغلة نطلبها هو تخفيف الملح. فهيدا بالإجمال هو الملح. هلا هون لأنه صار في عندنا قضية بدنا نخفف الملح، والملح صوديوم كلورايد، والملح المكرر واللي لونه أبيض، صار إجت الخبرية على الهيمالايان سولت، رح بلش هيك. فصاروا الأشخاص يلتجوا للهيمالايان سولت. أنا اللي بدي أقوله شو الحسنات الهيمالايان سولت على الملح العادي. أول شغلة بدي أقولها هون بالهيمالايان سولت بعدني عند 98% هالصوديوم كلورايد، منه مكرر ما هيك؟ هيدا بس هيدا الأدفانتج. أوكي. بس هو صوديوم كلورايد، يعني أنت منك ما عم تاخذي الصوديوم اللي هو بكثرة بيأذي الجسم، بعدك عم تاخذيه، ولكن 2% منه هو فيه معادن، فلأنه منه مكرر بيحتوي على 2% من المعادن. هلا عدد المعادن كبير فيه، فإذا في عندنا الفوسفورس، في عندنا البوتاسيوم، في عندنا المغنيزيوم إلى آخره موجودين، ولكن قديش موجود؟ موجود بس 2% من المعادن، مش أكثر من هيك. فأنا إذا نحن بحاجة أكثر؟ نحن بحاجة أكيد أكثر من وقت أقول 2%، نحن الحاجة هي 100%. بكم جرام؟ بإجمال بمئوياً، يعني مئوياً حسب أنت قديش عم تاخذي البرسنتج من اللي عم تاخذيه. قد ما ناخذ ملح يعني من هون؟ اكزاكتلي إنه ما بيقدوا 100%. أوكي. فإذا هيدي هي الفكرة ستيفاني. أوكي. مظبوط اللي بدي أحاول أوصلها، مشان هيك نحن هول المعادن عم ناخذهم بالأكل، فهو منيح انه نحن نكون عم نركز على الاكل لناخذ هول المعادن، نحن مش معتمدين على الملح لناخذهم. مشان هيك اذا انا عندي مشكله مشاكل بالكلى وبدي اخذ شيء ممنوع اخذ صوديوم، فاذا الهيمالايان سولت في صوديوم كلورايد انا ما فيي اخذه، فيي اخذ شيء اسمه بوتاسيوم كلورايد، هيدا قبل ما انتقل للكلتك سولت. فاذا في هيدا وين بنلاقيه بالفارماسي؟ بنلاقيه بالفارماسي. بوتاسيوم كلورايد اذا عندي مشاكل بالقلب، إذا عندي ضغط في أخده، بس إذا عندي مشاكل بالكلوة وأخذ بوتاسيوم كلورايد شو رح يصير؟ كون عم بعطي كتير بوتاسيوم لكلوتي، وأنا كلوتي ما بتحب إنه تقل عليها بالبوتاسيوم. هل بشتري كمان رح أقول لأ؟
ساعتها ساعتها الحل هون ستيفاني انه نتعود ما نحط ملح بالاكل. هيدا هو الحل اذا نحن مضطرين. ونعرف نحن اذا ما حطينا ملح ابدا، لارجع لاول فكره انا حكيتها، اذا ما حطيتي ملح ابدا شو رح يصير؟ رح يقصط الضغط، وهذا شيء كمان منه منيح للجسم، بيرجع بيصير عندنا الاعتدال هون. وجسم منيح للمي يلي من الملح منيح للمي. مزبوط ما هيك؟ مزبوط. تا نحافظ المي بجسمنا 100% لازم يكون في ملح. اكزاكتلي exactly. مشان هيك الرياضيين اللي بيعملوا ماراثون، اللي بيعملوا بالرياضيين يعني الاثليتس القوايا اللي هن كمان او بيركضوا او بيعملوا بايسكل الى اخره بالوضع اللي هو بيكون كثير شوب، نحن هون مش بنقول لهم زيدوا كثير مي، مش انتم دائما بنسمع زيدوا مي زيدوا مي على مزبوط. هون اذا زيدوا كثير مي بدون الملح رح يصير عندهم هايبوناتريميا ورح يقشطوا كمان، هذا الشيء رح بالاخر في يقتلهم. فهن وقت يزيدوا المي لازم يزيدوا الملح. فهون هل نحن بنحكي انه نحن كميه الصوديوم كلورايد بدنا ناخذها 1200 ملي جرام، الاشخاص بياخذوا 2003 هيدا مزبوط الابر ليميت، بس هول الرياضيين فيهم يوصلوا لل 4000 وساعتها هن بحاجه لها بهيدا الوقت هن عم يعملوا رياضه. اوكي هلا الكلتك هلا هن بيكتبوا سلتك مزبوط بيلفظوا كلتك. هلا هو الكلتك هلا صار مثل كانه دارج اكثر، عم ينسمع فيه اكثر. مزبوط نحن ما كنا سامعين فيه قبل. مزبوط نحن كاخصائيين تغذيه بعدنا ما في ولا ابحاث عنه، فانا ما فيي اجي واحكيكم على الابحاث اللي انا بعرفها وبحكي عنها، ولكن انا عم بقرا عنه لانه هو شيء هلا موجود بالسوق، هلا شيء دارج، هلا عم نسمع عنه على الانستغرام على السوشيال ميديا الى اخره. هلا كمان بدي ارجع احكي هون هو رح نشوف انه هو لونه جراي بعده منه لون الزهري مثل الهيمالايا. ليش؟ لانه مستخرج بمناطق ثانيه، بمناطق بفرنسا اللي هي هيدا هو لون الملح هونيك. اجمالا اللي بيطبخوا بحبوا يستعملوا الهيمالايان سولت، يستعملوا الكلتك سولت لانهم اسماك منهم باودر، فهيدا بيعطي طعمه، ولانه مش مكررين بيعطي طعمه ألذ واكثر للاكل. أوكي. ولانه هن اسماك فيك تستعمل 100% انه منه رخيص. مزبوط الهيمالايان منه غالي يعني ليه؟ صار في منه اكثر ستيفاني. اوكي هلا الكلتك هلا صار عم يطلع على الماركت وما في مش موجود بلبنان. مزبوط ولقيت نعم. محل تقلك الصراحه عم بيبيعوا ككلتك سولت مش مكتوب عليه كلتك. بقى انتبهوا على شيء اذا مش مكتوب، اذا مكتوب سي سولت وقالوا لكم هو الكلتك سي سولت 100%. هلا لارجع على الكلتك سولت، هو كمان بيحتوي المعادن، فاذا كيف عملنا بالهيمالاين انه هو بيحتوي المعادن؟ هو بيحتوي المعدن اللي هيك بنحطه اكثر هو المغنيسيوم، فبيحتوي مغنيسيوم. مشان هيك اذا بتشوفوا وقت عم يقولوا لكم كيف تاخذوه بتحطوه على لسانكم نشرب من المي، بتشرب مي وبصير بيعمل هايدريشن، يعني بيقدر يخلي الجسم ما يكون عم يحس بالعطش. ليش؟ لانه هي اصلا المغنيسيوم بتخلي الجسم ما يحس بالعطش، فالمغنيسيوم اللي فيه هو اللي عم يطلع، يعني وقت تحطي على لسانك تشربي مي هو اللي عم يخلي عم يحفظ انه يخلي هالمي موجوده بقلب الجسم. اوكي بس انا يلي يعني بياخذ حبوب مغنيسيوم سو بيقدر او ما بيقدر إيه؟ اكيد سيف، لانه الكميه برجع ستيفاني هي كثير صغيره، عرفتي؟ أوكي. يعني انا بدي ارجع هل هو الكلتكسي هو شيء بدنا نستعمله لانه في مغنيسيوم، هل انا بستعمله لحتى ما يصير ديهايدريتد، هل هو هيدا الماجيك اما السحر الجديد؟ برجع بحكي على نفس الموضوع انه ما في شيء اسمه ماجيك. نحن هون بدنا نكون اذا عم ناكل اكلاتنا اللي فيهم مغنيسيوم مزبوط ما بنعود بحاجه انه نكون عم ناخذ ولا شيء ثاني. اذا انا عم باخذ سبلمنت مغنيسيوم اوريدي اخذت سبلمنت مغنيسيوم، شربت المي عمل لي اللي لازم يكون عم يعمله. الملح خلينا نحكي الملح المكرر اللي عم ناخذه او هيمالايان اما كلتك، اي واحد بده يختار ما فيهم من مغنيسيوم؟ فيهم كلهم، هلا مثل ما قلت لك المكرر عم تشيلي منه كل الفوائد. أوكي. بس هيمالايان بلا في مغنيسيوم. أوكي. كمان. أوكي. عرفتي؟ فاذا اي بدي اختار اكيد زيح المكرر على جنب. هل فيي اخذ هيمالايان اما كلتك؟ ايه فيي اخذهم. هل السعر رح يخليني اتوقف عنده؟ ايه اذا السعر كثير غالي رح زيح من عنده وارجع على الهيمالايان.
هل هيمالاين هو رح يساعدني انه وطي ضغطي اما يساعد الكلى؟ على الاكيد لا. اذا انا عندي مشكل بدي انتبه انه الملح بس هيلثي اكثر من الملح الابيض يلي نحن بنستعمله صرنا سنين، لانه واهالينا كانوا يستعملوا منه. بس ليش؟ لانه مش مكرر. اوكي، يعني هي انت الفكره، اذا انت ما عندك مشكله تستعملي مكرر خلص بتستعملي الملح العادي. وصلت الفكره. اوكي، ثانك يو رندا، هاف ا بليست ويك. مشاهدينا وقفه، بتكونوا مع امين بجيت فيت.